مرحبا، كمان مرة إحنا مكملين بالحصة أو بالدرس اللي بدينا فيه بالأسبوع الماضي عن الحركة على مسار دائري. اليوم بدنا نحكي عن بدنا نشوف شوية تطبيقات على الموضوع، تطبيقات طبعا من حياتنا اليومية، ونكمل نشوف كمان الجزء الثاني من هاي الحركة. ذاكرين إحنا بدينا نحكي على حركة بسرعة ثابتة اللي كانت وتيرة السرعة ما تتغيرش، واليوم بدنا نشوف تطبيق معين بالنسبة لهاي الحالة. وطبعا التطبيق هذا مهم في حياتنا اليومية، لأنه إذا بنتطلع وإحنا ماشيين على الشوارع اللي نمشي فيها وين في منعطف بالشارع، بنشوف إنه بميلوا الشارع شوي صغيرة، وبدنا نسأل حالنا السؤال ليش الشارع بيكون مايل. طبعا الميل بتكون باتجاه مركز المنحنى يعني لجوه، بيكون مايل من برا يعني طرف الشارع البراني الخارجي بيكون مرفوع شوي مقارنة مع الطرف الداخلي، ورح نسأل حالنا شو السبب اللي بيرفعوا المنعطفات بهذا الشكل. طبعا تعال نشوف هيك، سيارة حتى تقدر تمشي على منعطف احنا نعرف انه اللي بيمسك السيارة على الشارع هو قوة الاحتكاك، وقوة الاحتكاك اللي بين عجال السيارة والشارع هذا مش اشي ثابت، هذا اشي اللي متغير حسب ظروف الشارع. ظروف الشارع طبعا متعلقة بكثير شغلات، مثلا حالة الطقس، شتاء مش شتاء، في غبرة، فكل هاي الاشياء ممكن تؤدي لتغيير في وضع الاحتكاك او قوة الاحتكاك بين عجال السيارة والشارع، وبالتالي بيصير في خطر على انه السياره تنزل عن الشارع في حال بدها تيجي على منعطف، خاصه اذا كانت سرعتها شوي كبيره. بس نشوف كمان شو علاقه السرعه كمان بالموضوع. فممكن كمان ظروف الشارع تتغير نتيجه مثلا انه ممكن نكب زيت او 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 اي مواد ثانيه اللي لزجة على الشارع اللي ممكن تقلل جدا جدا الاحتكاك. واحنا بنعرف انه حتى جسم يتحرك على مسار دائري والمنحنى والمنعطف هذا جزء من مسار دائري، مجبورة تكون في قوه مركزيه اللي تمسك الجسم وتمنعه من انه ينزل الى خارج المنعطف او الى خارج المسار الدائري. فكيف ممكن نيجي مهندس شارع بده يخطط الشارع، كيف بده يضمن انه حتى بظروف متغيره الشارع وحتى بانعدام احتكاك بالمره، وكانه بين قوسين انعدام احتكاك بالمرة، كيف ممكن إننا نضمن إنه السيارة تضلها موجودة على الشارع وما تنزلق عنه؟ طلع هنا، هاي هنا مخطط قوى للقوى اللي بتشتغل لما هي على المنحنى، المنحنى المائل طبعاً، وهذا طبعاً مقطع عرضي من هذا المنحنى، تيتا هي زاوية انحناء الشارع، ام جي هي قوة الجاذبية بتأثر على السيارة، وإف إن أو إن عملياً هي القوة العمودية على السطح اللي بتأثر عليه، هذا القوتين زي ما احنا شايفين. إذا أجينا وحللنا القوة إف إن إلى مركباتها العمودية والأفقية، وطبعاً مهم جداً إنه نتذكر إنه كل حركة على مسار دائري بدنا نسأل حالنا وين هي القوة المركزية اللي بتأثر على الجسم، ونشوف شو هي. بهاي الحالة إذا بنطلع إف ان سينوس تيتا، هاي المركبه اللي هون هي بالضبط بتشكل القوه المركزيه اللي بتاثر على السياره، و اف ان كوسينوس تيتا هي القوه العموديه اللي بتاثر عليها. واذا بنطلع بما انه ما في حركه عموديه للسياره على الشارع، فالمفروض انه محصله القوه هاي العموديه اللي هون تكون صفر، ومحصله والاف ان سينوس تيتا لازم تساوي عمليا ام في تربيع على ار، كيف حكينا بالدرس الماضي. تعال ننتقل هون ونشوف شو هي محصله القوى اللي بتشتغل. طلع كمان مره هاي المخطط نفسه، محصله القوى المركزيه اللي بتاثر هنا هي بتساوي ام في تربيع على ار، بس اتذكر انه محصله القوى المركزيه هي ان او اف ان، انا سميتها هنا ان، وهي بتساوي ام في تربيع على ار، لانه الفي تربيع على ار هي عمليا التسارع المركزي كيف شفنا بالدرس اللي مر.
وإذا نطلع على محصلة القوى على المحور العمودي بنشوف إن هي سيجما اف واي اللي هون يتساوي صفر طبعاً لأنه عندي حالة استمرار بالمحور العمودي، فهي بتساوي ان كوسينوس تيتا تساوي طبعاً ام جي. سؤال، هل كل سرعة بيقدر يكون فيها السيارة ماشي هون على المنعطف وتقدر تمشي السيارة بأي سرعة ومن غير ما تنزلق؟ واضح إنه لا. إحنا بنميل المنعطف هون بالزاوية اللي هي تلائم السرعة القصوى المسموح فيها بهذا الشارع، وإحنا بنضمن بهاي الحالة إنه إذا السيارة مشيت بالسرعة القصوى المسموحة بهذا الشارع فحتى بأي ظروف للشارع فالسيارة ما راح تنقلب أو تنزلق على المنعطف أو على المنحنى بهذه الظروف إذا اتقيدت بالسرعة المطلوبة. تعطينا نشوف شو العلاقة بين السرعة القصوى وبين الزاوية اللي بنميل فيها السطح وبين عمليا معامل الاحتكاك اللي الساكن اللي بيكون بين ارجال السيارة والشارع بحالة وجود احتكاك. بس احنا هنا قلنا انه بدناش ناخذ الاحتكاك بعين الاعتبار، يعني بدنا نضمن انه السيارة ما تنزلق على الشارع حتى بالظروف اللي ما فيش احتكاك بالمرة. فتعطينا نشوف مثلا نقسمها على المعادلة 2، معادلة 1 هاي اللي هون طلعوا عليها ونقسمها على المعادلة 2 اللي هون. نرجع زي ما انتم شايفين ان سينوس تيتا ام في تربيع على ار وتحت على ان كوسينوس تيتا تساوي ام جي. اذا بنقسم المعادلتين على بعض طلعوا الان مع الان هون يختزل والام الكتلة مع الكتلة هون تختزل، فبنصفي على انه هون سينوس تيتا على كوسينوس تيتا اللي هي تانجنت الزاوية تيتا بتساوي في تربيع على ار ضرب جي. هاي النتيجه حصلنا عليها كمان في السابق لما حكينا عن البندول المخروط، يعني انه الحركه هنا تشبه جدا الحركه اللي بحثناها في الدرس السابق عن البندول المخروطي. وزي ما انتم شايفين اذا بنطلع الفي من هنا ايش بتساوي؟ طلعوا عليها بنشوف انه السرعه القصوى المسموح فيها بالمنعطف واللي تضمن عدم الانزلاق هي عمليا بتساوي الجذر التربيعي ل R ضرب G ضرب تانجنت الزاوية تيتا. يعني السرعة القصوى متعلقة بمتغيرات اثنين مهمات جدا، G ثابت، تسارع الجاذبية على الكرة الأرضية بالقرب من سطح الكرة الأرضية ثابت ما بتغير. التغيير هنا أو المتغيرات اللي بتتعلق فيها السرعة القصوى هن اثنين، نصف قطر المنحنى، واضح انه كل ما كان المنحنى او المنعطف نصف قطر كبير يعني المنحنى واسع كبير او المنعطف واسع كثير، واضح انه ساعتها تقدر تكون السرعه القصوى اللي نيجي عليها ونفوت عليها هذا المنعطف في نفس الوقت. زاويه الميلان اللي بنميل فيها السطح هي برضه متغير اللي مهم جدا بالنسبه للسرعه القصوى، وزي ما حكيت في السابق احنا بنميل الشارع بالزاويه اللي تلائم السرعة القصوى المسموح فيها بهذا الشارع. طبعاً أخذنا بعين الاعتبار نصف قطر المنحنى أو نصف قطر المنعطف اللي بده تمشي عليه السيارة، فطلعوا إنه V هي دالة عملياً ل R ولا تانجنت تيتا، وصحيح كل جذر R في تانجنت تيتا. كل ما كان R كبير وتيتا كبيرة كل ما كانت السرعة القصوى المسموح نمشي فيها على المنعطف كبيرة، والعكس صحيح، كل ما كان المنحنى حاد يعني الار تبعه صغير كل ما كان السرعه القصوى المسموح نمشي فيها عليه صغيره. ومشان هيك دائما قبل المنعطفات على الشارع دائما بتكون اشاره مرور اللي بتقولنا ان نخفض او نخفف السرعه. السبب زي ما انتم شايفينه انه مهم جدا انه لانه في متغيرات اللي هي مش بايدنا زي نصف قطر المنحنى وزاوية ميلان الشارع، هاي الشيء ثابتي لما عملنا الشارع ثبتناها وبالتالي مهم جدا نتقيد بالتعليمات. تعطينا ناخذ مثال بسيط، اخذ نفس الشيء، اخذنا منحنى او منعطف اللي زاوية ميله هي تيتا، يعني ميلناه بين الزاوية بين الطرف الخارجي تبعه والطرف الداخلي كمقطي هون هي الزاوية تيتا. وتذكروا انه المحاور اني اكس واي، المحور اكس هو المحور المركزي او المحور اللي بدنا تكون عليه
القوى أو محصلة القوى المركزية وواي هو المحور العمودي. لو أخذنا منعطف مثلاً اللي نص قطره 100 متر، والسؤال شو هي الزاوية اللي لازم نميل فيها هذا المنعطف إذا كانت السرعة القصوى المسموحة هي 90 كيلومتر بالساعة؟ يعني عندي متغيرات واضحة هنا، في عندي شارع اللي فيه منعطف فيه النصف قطره هو 100 متر، وطبعا مسموح هنا السرعة القصوى المسموحة بهذا الشارع هي 90 كيلومتر بالساعة. يعني لما احنا خططنا لهذا الشارع وبنيناه، احنا بنيناه اللي يلائم السرعة القصوى اللي هي 90 درجة، والسؤال بأي زاوية لازم نميل المنعطف هذا أو نرفع المنعطف من الطرف الخارجي مقارنة مع الطرف الداخلي حتى نضمن أنه السيارة ما تنزلق حتى بأي ظروف كانت للشارع. فتعال نطلع هنا، أولاً بدنا ننتبه إن نحول السرعة من 90 كيلومتر بالساعة إلى متر بالثاني، وهي الشغلة طبعاً نعملها بأن نقسم 90 على 3.6، أو إذا بدكم نضرب في 1000 نقسم على 3600، لأن الكيلومتر فيه 1000 متر والساعة فيها 3600 ثانية، فبيطلع عملية 90 كيلومتر بالساعة هي عبارة عن 25 متر للثانية. إذا القوى المركزية زي كيف شفناها بالشريحة اللي قبلها أو اللي قبلها، طبعاً هنا N سينوس تيتا هي القوة المركزية نحو المركز، وهي قلنا هي بتساوي M V تربيع على R. بالاتجاه العمودي قلنا ما في عندي أو عندي حالة استمرار، فبالتالي إنه محصلة القوى بالاتجاه العمودي لازم تكون صفر. فبنقدر نقول إنه سيجما أو محصلة القوى على محور Y اللي هي بهاي الحالة بتساوي N كوسينوس تيتا ناقص MG تساوي صفر، فبنقدر نكتب إنه N كوسينوس تيتا بتساوي عملياً MG لما نقلت الام جي لهي الناحيه، ونقلت كمان هون الام في تربيع على ار لهي الناحيه. واذا بقسم المعادلتين على بعض زي كيف عملت بالشريحه اللي قبلها هون، فاحنا بنشوف انه راح نحصل على انه تانجنت الزاويه تيتا هي بتساوي قلنا في تربيع على ار ضرب جي، واذا عوضنا محل الفي قيمتها من هون اللي هي 25 متر للثاني تربيع على 100 اللي هو نصف القطر R، نصف القطر R هو 100، وG هون اعتبرناها 10، 10 متر للثانية تربيع، فبنحصل على إنه الزاوية اللي لازم نميلها أو تانجنت الزاوية اللي لازم نميل فيها الشارع هي 0.625، وطبعاً بحسابات بسيطة بنشوف إنه هاي الزاوية هي زاوية 32 درجة. طبعاً زاوية 32 درجة هي زاوية مقارنة مع منحنى أو منعطف اللي نصف قطره 100 متر، بس طبعاً إحنا هنا جاهلنا بالمرة وجود أي احتكاك بين عجال السيارة والشارع، وبالواقع في الطبيعة بيكون هذا الاحتكاك موجود، فإحنا ما في حاجة في الواقع بالطبيعة نميله بكل أي زاوية، بس برضو مهم جداً نعرف إنه الفيزياء بتقولنا هنا إنه إذا ميلنا بالزاويه اللي هي هاي 32 درجه طبعا لمنحنى منعطف اللي نصف قطره 100 متر، فباي ظروف للشارع حتى بعدم وجود احتكاك بالمره هاي السياره ما راح تنزلق على الشارع اذا تقيدت بانها مشيت بسرعه 90 كيلومتر بالساعه. طبعا اذا مشيت بسرعه اكبر ففي خطر انها تنقلب او تنزلق على المنعطف، وساعتها هون بتيجي مسؤوليه السائق على نفسه. طبعا هنا شفنا كيف احنا اختزلنا الاختزالات، وبالتالي اوكي شكرا لكم انكم اشتركتوا بهاي الحصه، ونطلع لاستراحه قصيره، وكمان شوي بدنا نحكي عن الحركه بسرعه بحركه على مسار دائري بسرعه اللي هي مش ثابته انما بسرعه متغيره، ونشوف شو بصير.